عليكم. اليوم راكم مع فطوم كويزين، وان شاء الله راهين نديرو وصفه سهله وهي شلاضه وصحيه هالتي، وسختو راهي دوكا الايامات سخانه. واش عندنا شلاضه راني قطعتها ونشفتها حطيتها من تحت، ودوكا عندي المايس راني شللتو دوك نديرو هنايا في الوسط هكذا، وعندي لي غادي غسلتهم ودرت لهم الخل هكذا نحطهم على الجهه. لازم سهلة، واش عندكم تحطو؟ وعندي الزيتون دوكا نقطعو هكدا يا صغير، نحطو على جهة درتو في الماء وباش نحالو الملح، خاطش مالح بزاف. الزيتون مليح، طوماطيش ما نقطعهاش عندي، كاني اللي ما يحبوش طوماطيش كي تكون مقطعه وليدي خليها على جهه نستفها. ودوك ندير الخيار، خيار عندي هذا نقطع باش يجي يشبع. سهل بالخف من الموس هكذا، نشبحو بها لهنا ونزلنا دوكا نزيدو لها لي زافوكا. هايك لي زافوكا علاش لي زافوكا لازم لهم تكونوا ديروا لها القارص باش ما تكحلش. باش يبان الصفار سنشري يدي من لي زافوكا، ندير هذا تاع التفاح نقطعهم، غادي ندير بزاف خضرة فاكهة مليحة. كيفاش تقطعهم انت تنحولها غير، واللي يحب يخلي لها لابو يخلي لها شو مشكل. سهلة مش حتى صعيبة. دوكا راح ندير هذا واسمه جراي كرانبيري، دوكا ندير لها فيتا تشيز، فيتا تشيز تجي بنينة. دوكا ونديرو لها لافينيغير، لافينيغيرات ندير لها لاموطارد والزيت والملح والقارص، ندير لها بالزاميك فينيغير. لافوكا لازم ندير لها القارص هكذا، والتفاح فاني باش ما يكحلش باسكو دوكا راح ناكلوها ما حنش نخبلوها. كل واحد واش يحب لافينيغات، درت لها شويه قارص وندير لها الزيت، الزيت ندير اسنا واحد هادي مغرفة تاع القهوة، زوج ثلاثة أربعة
الأربعة نزيد لها بلزاميك فينيجر. وحدة نزيد لها شوية ملح ما كتاش باسكو فيها القارص وفيها بلزاميك فينيجر. نديرو هادي هالف تي سبون من نص مغرفة تاع القهوة. هاي واجدة وكيما هنا كنا نفرغوها. رانا وجدناها راهي تبان تشهي ما شاء الله صحية ومليحة بزاف في الصيف ومليحة للدراري باش الدراري اللي ما يبغوش حاجة تخلطها انا ما عندي حبو ياكلوها. وما واش نقولكم ما تنساوناش دعمونا جيم لايك وشاركوا واللي راهم يتبعوا جزاكم الله خير جزاكم الله خير. واش نقولكم بصحتكم وبصحتنا والسلام عليكم.